موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على طلاب الثانوية العامة بضرورة الدخول على الاستمارة الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة لمراجعة بياناتهم. كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد مراجعة كافة بيانات الطالب على الاستمارة الإلكترونية عليه أن يقوم بطباعة الاستمارة حتى يتم طلبها في المدرسة. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن عودة الحركة المرورية على 5 طرق، وذلك بعد إغلاقها بسبب الشبورة وانعدام الرؤية. وقالت مصادر أن الإدارة تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم. كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي قرارات جاهزة لدى الجبلية أو خطط لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، لافتاً إلى أن أي قرار في هذا الصدد يكون من جانب الحكومة، خاصة وأن هناك شقاً طبي في الأمر والذي يستوجب إدلاء الخبرات الطبية بدلوها في ذلك الملف الشائك. توفي في الساعات الأولى من اليوم الفنان هادي الجيار عن عمر يناهز 70 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان الفنان قد تعاقد مؤخرا مع شركة سينيرجي على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.